بسم الله الرحمن الرحيم. بعد 9 سنوات نقف هذه الوقفة لنؤكد على مجموعة من الثوابت، أولها تمسكنا بالحرية بالاستقلال وبالسيادة، ثانيهما اعتزازنا ووفاؤنا بكل التضحيات وفي مقدمتها قافلة الشهداء الذين سقطوا بعد دخول الاحتلال السعودي الإمارات المشؤوم إلى البحرين. ثالث هذه الثوابت التي تتأكد في مثل هذه الوقفة هو دعمنا ومساندتنا ودعاؤنا لكل أشكال المقاومة ضد الاحتلال، أشكال المقاومة المشروعة، فما غزي قوم في عقر دارهم إلا دلوا، وأينما وجد الاحتلال وجدت المقاومة. رابع هذه الأشياء هو إظهار جانب من الجرائم التي ارتكبها هذا الاحتلال والتي ربما كان يشك حولها البعض، والآن قد يتأكد لأن هناك جرائم لم تقتصر فقط في البحرين. السعودية ارتكبت جرائم في البحرين وارتكبت مجازر ومأساة إنسانية على مستوى العالم في اليمن، بل أن النظام السعودي لم يكتفي بالاعتداء على دول الجوار وشعوب دول الجوار، وإنما بدأ يتآكل من داخله. فمحمد بن سلمان لم يتورع حتى من اعتقال أبناء عمومته لسلامة ملكه وسلامة كرسيه. هذا ما حدث أيضا في البحرين، وللمراقب والمنصف أن يتخيل أن الاستعمار البريطاني الذي استمر في البحرين أكثر من 150 سنة لم يرتكب 1% من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال السعودي خلال أسابيع، حيث هدمت عشرات المساجد في بلد لا تتعدى مساحته 600 كيلومتر مربع ولا يتجاوز شعبه عدد مليون نسمة. وبالتالي مثل هذه الوقفة نحن نقفها لنؤكد ونظهر جانبا من هذه الجرائم، ونؤكد أن الثورة مستمرة وأن الاحتلال لا يمكن أن يطمس هويتنا أو يدفعنا للرجوع إلى الوراء أو رفع الراية البيضاء أو الاستسلام. الثورة ستستمر، ربما تمر بتموجات معينة ولكنها ستستمر، والغلبة وحسن العاقبة إلى شعب البحرين، والعار والذل والهوان إلى الجيوش الاحتلال وفي مقدمتها الجيش السعودي المجرم.